ما يجري حاليا في تركيا هو موضوع اقتصادي إذا بعد متعدد، لكن احنا الجانب الأبرز فيه هو جانب سياسي نقدي ومعدل الفائدة والإجراء اللي قامت فيه تركيا الحكومة التركية بخفض معدل الفائدة في الوقت اللي معظم العالم يتوقع أنه ترفع معدلات الفائدة، لأنه في حالات التضخم وهبوط العملة يتوقع أنه الدولة ترفع معدلات الفائدة لحتى تجتذب الطلب على العملة المحلية وتخفف من الاقتراض بحيث تخفف من القوة الشرائية وبالتالي تحارب التضخم. هو المحدث في تركيا، نحن كان عندنا هبوط مستمر في قيمة العملة التركية وتضخم مستمر، فكان يتوقع أنه الحكومة التركية ترفع معدلات الفائدة فخفضت. السؤال ليش؟ نحن هون نطرح فكرتين، يعني الأولى أنه الحكومة التركية عندها نظرية مختلفة عن النظرية الاقتصادية التقليدية المتداولة بين الباحثين، وهذا الشيء يعني مثير للاهتمام طبعا مع عدم ترجيحي له. النقطة الثانية هي مسألة الحساب الاقتصادي إذا يتناقض مع الحساب السياسي الذي يتناقض مع الحساب الاقتصادي. هون بتكون حسابات الاستمرار بالسلطة والحسابات الانتخابية هي اللي بتسود، وتركيا أنا برجح هذا الاتجاه، يعني أنه حكومة تركيا مقبلة على استحقاقات انتخابية كثيرة، وعادة الحكومات قبل الانتخابات ما بتميل للسياسات المتشددة، بمعنى لا ترفع معدلات الفائدة لأنها إلى حد ما كابحة ومؤلمة للناس. يعني فالحكومة التركية أمام يعني انتخابات قادمة ومصيرية، مو بس الحكومة التركية طبعا، يعني حتى هذا الميل لوحظ أمام أو بالانتخابات الأمريكية، أنه الرئيس لما بيكون بولايته الأولى بيميل لخفض معدلات الفائدة لأنه عنده حسابات انتخابية، بالولاية الثانية ما بيرفع معدلات الفائدة، ما عنده مشكلة. ليش؟ لأنه ما عنده حسابات انتخابية. فالحكومة التركية عندها هذا العامل، أنه أمام حسابات انتخابية ربما تفضل أن لا ترفع معدلات الفائدة لأنها قد تكون مؤلمة وقد تفقدها بعض الأصوات. بالإضافة إلى لدينا عاملين آخرين ممكن ذكرهم في هذا المجال السياسي. العامل الأول هو عامل أيضا انتخابي يتعلق بالقاعدة الانتخابية للحكومة الحالية، اللي لها القاعدة الانتخابية محافظة وذات ميول إسلامية، وهذه لها حساسية خاصة تجاه معدل الفائدة، وأي يعني تشهير بمعدل الفائدة أو شيطنة معدل الفائدة يدغدغ عواطفها يعني، وبالتالي ممكن تكون حساب أصوات. إلى جانب ذلك هناك يعني مؤشرات ليست مؤكدة، لكن هناك كثير من الباحثين اللي بمنظور يعني الذين يتناولون الظاهرة بمنظور الاقتصاد السياسي يقولون هناك ما يشبه اللوبي من كبار المقترضين بتركيا، كبار رجال الأعمال المقترضين بتركيا، هذا اللوبي لديه قدرة على الضغط على صانع القرار التركي ومن ثم اتخاذ قرارات باتجاه خفض معدلات الفائدة، لأنهم يستفيدوا من هذا الموضوع من خفض قيمة يعني أعباءهم من القروض وخفض التكلفة عليهم، لأن المقترضين الفائدة هي تكلفة عليهم. هذا موضوع يعني حقيقة مثير للاهتمام، وخصوصا الباحثين أنه هل الحكومة التركية تعكس النظرية الاقتصادية على أي أساس من الأمور؟ هل الحكومة التركية ربما يعني كمان تسكر الاحتمالات قد تنتصر على النظرية الاقتصادية وتحقق نمو اقتصادي وتحارب التضخم؟ وبهذه الحالة النظرية الاقتصادية يجب أن تعيد النظر في نفسها، وأنا لا أراجع هذا. الحالة الثانية هو أن تفشل الحكومة التركية في ذلك ويستمر التضخم وهبوط العملة، وهذا ما أرجحه،